جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، ثم خط على جانب الخط خطوطا صغيرا، وأشار إلى الخط الطويل وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وإن هذا سبيلي، من تبعني فيه دخل الجنة، وإن هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، من تبعه دخل النار. لاحظ الرسم، خط طويل معناته طريقة الدعوة إيش؟ طريق الدعوة وطريق الرسول وطريق السنة والجماعة، طريق فيه طول ومشقة ولا غروة في ذلك، فإن هذا الطريق طريق الجنة، وكل طريق يؤدي إلى الجنة محفوف بالمكاره، لأن الجنة محفوفة بالمكاره. أما الطرق الأخرى طرق قصيرة، وهذا مما يزينها في قلوب أتباعها وأصحابها الذين يسلكونها، يرون أن الطريق قصير والمدى فيه بعيد، لكن لاحظ الرسم، خط خطوطا قصيرة. لو تطالع أول بداية الخط عن هذا الخط عن الصراط المستقيم، الخلاف فيه يسير، ثم يمتد حتى يسير الخط المستقيم كده، هو يسير كده في بدايته يسير، نقطة يسيرة، ثم تمتد كلما امتدت فارقت الخط الصراط المستقيم. وهذا هو حال أهل الجماعات والفرق والتخلف والافتراق والتفرق، فإنهم يبدأون بأمور يسيرة حتى لا يتبين للسالك في أولها أن هناك فرقا كبيرا بين ما هو عليه وبين الصراط المستقيم، لكن لا يلبث، يستمر في هذا الخط ويمشي 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 حتى في النهاية يتجه كده والصراط المستقيم هكذا. هذا معنى أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوضحه بهذا الرسم. فعلى المسلم أن لا يغتر بعض هذه الحزبيات وبعض هذه الجماعات المفارقة لأهل السنة والجماعة، في بدايتها يظهر لك أنها قريبة من الصراط المستقيم، بل قد تكون ملتصقة في البداية بالصراط المستقيم، لكن لا تلبث تختلف وتمتد 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 حتى تصير طريق آخر غير الصراط المستقيم. إذن لابد أن ينتبه المسلم لهذا الأمر، ينتبه المسلم لهذا الأمر. وهؤلاء لهم أمارات، من أماراتهم أنهم يتبعون الشبهات، من أماراتهم أنهم يتبعون المشتبه من الآيات ومن الأحاديث، من أماراتهم أنهم يتحزبون ويكون لهم مقالة فيما بينهم ينعزلون بها عن سائر الناس، من أماراتهم أنهم لهم مبادئ وأسس غير طريقة أهل السنة والجماعة، قد يصل بهم الأمر إلى درجة أن يعتزلوا جماعة المسلمين، وقد يصل بهم الأمر إلى أن يخرجوا إلى الفلوات وإلى الجبال وإلى الصحراوات، كما بدأت جماعة شكري مصطفى، جماعة التكفير والهجرة، وهكذا تجي الصور متعددة لهذا الأمر.